ترتل القرآن ترتيلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب غمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.